عداد كام؟ شوف كده لغاية ما هي الراجل الطيب ده. ايه يا استاذ سعيد؟ شغل بنشتغل صح؟ بنشتغل. ما بقول لك عيب يا شغلانه. عندنا شغل. ايوه انا استعد. يا نسر. ايه في ايه؟ إذا كانوا هم لابسين أنا لابس مش ولا بالطول هو ها؟ تحت أمرك يا فندم. تحت أمر إيه؟ أنتوا عندكم خيار وفقوس هنا كمان ولا إيه؟ يا فندم سألتك تأمر بإيه؟ أمر بإيه؟ أنا متعلم بقالي ساعة قدامك، كنت ليه تأمر بإيه؟ أرجوك يا فندم تقبل اعتذارك، حقيقي أنا آسفة جدا، إزاي يا فندم ده إحنا هنا كلنا في خدمة سعادتك. مش باين. طيب سعادتك تأمر بإيه؟ عاوز أوضة شرحة برحة ويا ريت تكون بحري. شرحة برحة؟ ايوه. يا ترى حضرتك حاجز عندنا هنا؟ حاجز ايه؟ هو هنا كمان بالحجز ولا ايه؟ اه طبعا يا فندم، احنا دلوقتي في موسم سياحي. مش شغلي. فاهم يعني ايه مش شغلي؟ مش شغلي. بس كان على طول انا عاوز اوضه من تحت الارض، فاهمه ولا لا؟ طيب يا فندم حضرتك متنرفز ليه؟ حاضر اتفضل حضرتك. اتفضلي حضرتك خليها معاكي. يعني في اوضه يبقى كان لازمته ايه بقى المنظره وحطيت نطتي وتقولي لي حاجز ومش حاجز؟ ما بحبش انا الحاجات دي. ها اكتب ايه؟ حياتك هنا هتكتب اسمك وبيانات البطاقه. عثمان. وعثمان ليه؟ حد قالك ما بعرفش اكتب؟ يطلع خط وحش ما اعرفش اقراه. ايه يا عثمان ده؟ انا هكتب. فين الاوضه؟ شاليه 19. انا عاوز اوضه مش عايش شاليه. ايه اوضه؟ اوضه اوضه يا فندم. هنا عندنا نظام شاليهات. شاليهات يعني يعني عيش جوه الاوضه. طيب فاهم. ماشي اتفضلي. ايه ده بيعمل ايه ده؟ مين قالك تمسك الشنطه؟ اوعى دي مسؤوليات. سيبها يا فندم. هات الشنطه. سيب. قولي له سيب. يا فندم في ايه؟ هيشيل لحضرتك الشنطه. هو انا ناقصين ولا ليه؟ يا فندم سمعت الاوتيل. اسكت. مش ممكن يا فندم. والله لا يمكن اسيبها يا فندم. ما يصحش. سيبها يا عثمان. سيب البيش اللي هو. سيبها. طب ليه؟ طيب معلش اتفضل يا فندم. هات المفتاح. المفتاح بتاعي انا ده. ايوه اتفضل. هات ده بقى. اتفضل. طب انا هاخد الشنطه. ما تبعد يا ابني من وشي. انا هاخد الشنطه. ابعد يا اخي. شنطة. سيب الشنطة. أنا شايل. إيه ده؟ مجلس الأعلى المطبخ مجتمع فيه إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. أنتوا المطبخ. أنا يهمني المطبخ عن اللوكان ده نفسها. كل مكان المطبخ نظيف. أنتوا طبخين خيار؟ كله خيار. ما شاء الله جميل جميل.
انا اشتريت كام؟ 19. اول ما يقولوا لكم الاكل بتاع 19 تبعتوا المطبخ كله. ها تعبان شويه يا عمر. بص ها مش حواصيكوا على سعاده البيت. الله يخليك. اتفضل يا بيه. اتفضل يا فندم. شاليه بقى برح وشرح وحاجه تسعين الف. شكرا يا فندم. الشنطه بقى عشان ادخلها. بالامانه داخل بيها خلاص يا فندم. ما يصحش يا سيدي انا داخل بالشنطه. متشكر قوي. طب يا فندم انا حساس حضرتك عشان عندي شغل في المطعم. مع السلامه يا سيدي. ايوه يا فندم. انت عارف حضرتك بقى الشغل في المطعم بقى اللي انت عايز. يعني انت في مناخيري. ايه الشغل اللي في المطعم ده؟ ده خلاص قلت لك مع السلام. مش عاوز تمشي ليه؟ اتفضل اجيب لك قهوه. لا يا فندم. اجيب لك شيشه تسكن معايا. لا يا فندم. طب ما تمشي خلاص. طيب يا فندم. مع السلامه. سلام. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. انت شغلي في المطعم. انا عارف انك عاوز فلوس وانا غبي انما بعينك. بانتظام بانتظام يا بنات. احنا دلوقتي في قريه سياحيه. قريتنا تنتهي لما تبدا قريه الاخرين. نستمتع بالورد وما نقطفوش. نجري في المكان ونوسخوش. انا عندي ثقة بالنفس وبحب ركوب الخيل وبس. وانا بقى متخصصة في البينج بونج. يا ريتني انا بقى جمباز وملاكمة. ايه يا بنات احنا جايين هنا معسكر تدريب مش عشان نلعب ونهزر. وانا بقى محتاجة ريلاكس. وبعدين معاكم احنا الاول نرتب نفسنا وبعدين نتفق على نظام التدريب. رعد ايه؟ ايه؟ ثوم بصل ملوخية. طبيخ ده؟ ملوخية. ها؟ ملوخية دلع. جاي منين؟ جاي منين الريحة دي؟ ده الشاليه مقلوب. ده انا اتخنق ولا نايم. جاية منين الريحة دي؟ أيوة ثوم. ثوم وملوخية دلع كمان. يا ريتها معقولة. الله ما المطبخ اهو. يبقى هم سكنوني في المطبخ. انا اسكن في مطبخ. انا بسيوني عبد الرحيم يحطوني في شريف المطبخ. فين المدير؟ انت يا بنت انت يا المدير. يلا اتفضلي يا بنات. هوب واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. مظبوط. انا حجزت لحياتك جميع الشاليهات اللي حياتك طلبتها. ايه يا ريس الكلام الفارغ بتاعك ده؟ ايه يا فندم؟ كلميني زي ما بكلمك. ايه يا فندم مالك متنرفز ليه بس؟ مش عارفه في ايه. الظاهر الواحد لازم يقل ادبه علشان الناس تعرف هو مين بالظبط. امسكي. طب هو انت بس تفهمني ايه اللي مزعلك؟ هو انا يا ريس جاي هنا علشان اشم ثوم وبصل وملوخيه دلع. ملوخيه دلع يا فندم حياتك. انا مش فاهمه انت بتتكلم على ايه بالظبط. بتكلم عن ايه يعني؟ انت مش عارفه عملتك المهببه. انا عاوز حد كبير اتفاهم معاه. بابا فين؟ عمو قصدي رئيسك فين؟ انا عاوز رئيسك اتفاهم معاه. انما انتوا الاثنين انا لازم اجيب لكم جزا. جزا جزا. ايه الهيصه دي؟ في يا حنان؟ استاذ خالد الحمد لله انك جيت. والله مش عارفه البيه متضايق ومتنرفز ليه على الصبح. ايه بقى؟ ايه في ايه؟ في ايه انت؟ ايه اللفه اللي معهاش لازمه؟ في ايه؟ في ايه يا استاذ؟ انا عارف في ايه. بتعمل لي إيه؟ مين بقى؟ اطلع مين؟ ها؟ مين؟ ادخل. في ايه؟ خالد عثمان يا فندم مدير الاوتيل وتحت امر سعادتك. اهلا يا خالد يا ابني. اهلا اهلا. ده انت جيت في وقتك. لا لا انا زعلان يا خالد. زعلان زعلان. لا ما تقولش زعلان. لا لا لا. احنا كمان ما يرضناش زعلك. حضرتك تهدى بس كده شويه وتقول لي ايه المشكله. يرضيك يا خالد يا ابني. الانسه ترميني في شاليه يطل على المطابخ. هو الحقيقه غصب عننا
في ازمه فعلا اليومين دول في الشاليهات. انت عارف حضرتك بقى انه هاي سيزون وهاي سيزون احسن مني. ما هو زي ما هيدفع انا هدفع يا خارج يا ابني. ولا هو عشان اجنبي خواجه؟ لا يا خارج هيدفع ايه هاي سيزون؟ ادفع زيه انما ما اقعدش على مطبخ. بس حضرتك شويه. لا انا اقصد هاي سيزون يعني احنا في موسم دلوقتي. مش مشكلتي انا محتاج شاليه يطل على البحر اشيل مني يا ابني شويه هوا نضيف. مش ملوخيه دلع يا راجل وتوم ولا اساسا عندي كرش نفس افطس اوديكوا 60 دقيقه يا استاذ بسيوني. بسيوني عبد الرحيم مدير مش مهم يا ابني. المهم اللي في سني محتاج دلوقتي يتمتع بالمناظر الخلابه بالخضره. تعالى بس يا استاذ تعالى حضرتك. انا عايز اقول لحضرتك بس ان المشكله عندنا هنا يعني المشكله عندنا ان اسعارنا هنا في الاوتيل يعني زياده شويه. اه فهمتك صحيح الدنيا مزار. انا اسف حضرتك فعلا يعني شاليه على البحر يكلف حضرتك حوالي 300 جنيه في الليله. طز مش مهم الفلوس. يعني انا اقصد اللي انت فهمته واللي انت سمعته مش مهم الفلوس. اوكي بس يكون في علمك الدفع هنا مقدم برضو مش مهم. طز ماشي حضرتك عايز تقعد قد ايه بالظبط؟ ولا شهر. ماشي شهر يبقى المفروض حضرتك تدفع لينا مقدم 9000 جنيه. تواليت منين؟ هناك على اليمين. شكرا. اهو تعب اهو. هو قال اسمه بسيوني عبد الرحيم. قلتلي عاوز كم؟ 9000 جنيه بس. مين 10 هم خلي الباقي عشانكم. قصدي خلي احتياطي يمكن نقعد زياده. شاليه مين؟ على البحر. على البحر ونص يا بسيوني بيه. اتفضل. ايه ده؟ اديك 10000 جنيه تديني حصان بلاستيك؟ لا يا استاذ خالد من فضلك انا عاوز وصلي بقبضتك انت شخصيا. الحقي ما يزعلش. وماله ادي الوصل. سيد لا بلاش سيد انا عاوز الولد عثمان. عثمان ولد يا عثمان. ايه يا عثمان ايه اللي بتعمله فيا؟ اتفضل اطلع قدامي. اتفضل هات الوصل. لا استنى. لا هات انت هتمشي بيا. اتفضل انت مندهش ليه؟ احنا المفروض اليومين دول ما نندهش على اي حاجه نشوفها. اهلا يا استاذه بهير. النماذج دي بقت منتشره جدا في حياتنا. في حياتنا لكن هنا ايه والحياه ايه؟ يعني مثلا الفندق ده او اي فندق تاني بيبقى عباره عن ايه؟ بيجمع بين اجناس مختلفه من البشر وبيبقوا صوره مصغره لحياتنا كبيره.
حضرتك بتفلسفي اي موقف حتى لو كان بسيط. مفيش حاجه في الدنيا نقدر نعتبرها تافهه وبسيطه وما تحتاجش مننا للحظه تامل وتفكير. والله بعد اللي شفته النهارده يبقى عندك حق. يبقى لازم تستعد من هنا ورايح لمفاجآت كتير جدا، لانك هتقابل وتصادف من النماذج دي كتير. طب وده من ايه سعادتك؟ ده مخلوق اتولد في مجتمع انفتح حديثا على العالم. اه تقصدي حضرتك طبقه المتسلقين. بالظبط كده، وده تحول طبيعي بيحدث في المجتمعات، ولو انه بيقلب الهرب الاجتماعي احيانا، لكن اكيد الاتزان هيفرض نفسه. شيء طبيعي، لان الاتزان هو الاساس. النهار يعقبه ليل، والبرد يعقبه دفء. تعرف يا أستاذة أن الحوار معاكي ممتع فعلا ومفيد. مبالغة أشكرك عليها. لا مبالغة إيه بقى، الأستاذة بهيرة المعداوي الأديبة والصحفية الكبيرة صاحبة المقالات المثيرة تالي أنها مش محتاجة مبالغة أو مجاملة. بهيرة إنسانة يا أستاذ خالد، وإحنا كلنا هنا سعداء جدا بوجودك معانا. وأنا ما بلاقيش نفسي، ما بحسش بالاستجمام الحقيقي اللي عندكم هنا. المهم بقى اننا نطلع منها بروايه ممتعه زي كل مره. ادعي لي، ادعي لي ان الود يفضل متصل. استاذ خالد، استاذ خالد. صباح الخير يا انسه سلمى. صباح الخير، ارجوك تلحق دوله تاني. ايه خير مال؟ دي عصبيه قوي وسايره. ليه بس؟ حد ضايقها او زعلها؟ دي مش عاوزه اتكلم حد ابدا، دي طالبه تقابل الهنداوي بيه صاحب القريه. ما تقلقيش حضرتك وهدي، اسبقيني وانا جاي وراكي على طول. بس بسرعه ارجوك، دي لما بتبقى سايره بتبقى مش طايقه نفسها، دي تكسر الدنيا، ارجوك بسرعه. ها تبقى مين دوله هاني دي؟ دي دوله فتحي النجمه المشهوره. اه بس افتكر هي اعتزلت واتجوزت. اه بالظبط، اتجوزت سكري بيه الله يرحمه. هي هنا من امتى؟ من كام يوم. غريبة قوي، ما شفتهاش. اصلا يا ستي من يوم ما جات ما خرجتش من اوضتها، ودايما عامله لنا مشاكل. معذورة يا استاذ خالد، فنانة كبيرة زيها عايشة طول عمرها في الاضواء، وفجأة لقت كل الاضواء بعدت عنها. لازم نفسيتها تتعب ومشاكلها تكتر. انت لازم تبقى عندك شوية صبر زيادة. إن شاء الله، عن إذنك. مش معقول اللي بيحصل لي ده حقيقي. مش معقول. إيه؟ عاوزين يجننوني؟ مش هقدر أخسرها. أخسر إيه؟ إيه دي لساتي عيال؟ لا أخسر إيه؟ أشيل ده؟ عايز حضر برا ظهري؟ الله يرضى عليك. هدي يا سيدي حضر برا ظهري. سيبيني يا سيدي وسيبيني. سيبيني يا دولة. مش قادرة. يا حبيبتي أعصاب. ما تستعملش النرفزة دي. هو أنا عارفة يا أعصاب؟ أنا مش طلبت. صاحب القرية ده هي. مالهاش ليه؟ مالهاش ليه؟ أدخل. انا جيت يا فندم عشان اشوف كل طلباتك. انت مين انت؟ خالد عثمان المدير المسؤول عن القرية. انا مالي مال خالد عثمان؟ انا عايز هنداوي صاحب القرية. الحقيقة الهنداوي بيه كان يسعده جدا انه يقابل حضرتك، بس ارجوك يا زوري، هو الحقيقة نزل مصر عشان يقابل بنته لانها لسه راجعة من بره. يا فندم انا تحت امرك، حضرتك ممكن تعتمد عليا في حل كل مشاكلك، وبعدين احنا هنا كلنا مسخرين لخدمتك يا دوله هاني. في خدمتي؟ فين هي خدمتي دي يا استاذ؟ فين اجراءات الامن اللي قلتولي انها متوفره هنا؟ هي فين اجراءات الامن؟ ايه بس يا فندم، ما الامن مستتب والحمد لله ومفيش اي مشاكل. مفيش اي مشاكل يا سلوى. انا مش طلبت يا استاذ ان يكون في حراسه سكيورتي على اوضتي؟ حراسة ليه يا فندم؟ ليه؟ بيسألني يا سلوى ليه؟ قولوا له حراسة على أوضتي ليه؟ طالبة أنا سكيورتي على أوضتي ليه؟ رد عليه يا فندم ده هو ليه؟ بتسألني ليه؟ أنت ما أنتش عارف إنهم ممكن يقتلوني؟ يا ألف بعد الشر عليك يا دولة تاني، مين بس اللي يجرؤ ويسبب لك أي ضرر؟
انت ما تعرفش ان اعدائي كتير كتير قوي. اعدائك؟ طبعا. انت ما تعرفش ان انا زوجة رجل مهم، كنت زوجة رجل مهم، وده عمل الفيلم ده باسمي، شفته؟ طبعا عارفين يا فندم، وقال لي اخطى القمر، وبعدين كل الاوامر اللي بلغتها لنا الانسه سلوى نفذناها بالحرف الواحد، مفيش اي حد يعرف ان سعادتك هنا، ولا تليفونات ولا صحفيين. تمام، انا جايه هنا عشان اريح اعصابي مش عشان اتعبها. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله مش هتروحي من هنا الا واعصابك هاديه. شفتي يا دولت؟ شفتي يا استاذ خالد ريحك ازاي؟ ها anyway. بس عايزه اقول لك يا فندم ان الخدمه هنا سيئه جدا، فيري 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 باد حقيقي. طب اقول لك انا الشاي ده هو حضرتك شايفه، طلبته ايه؟ سخن يا دولة. وجالي ايه يا سلوى؟ بارد يا دولة. بارد يا استاذ، والله بارد. يعني اقول لك ايه، ولا الكابتشينو؟ طلبت كابتشينو، انا متعوده دايما اشرب كابتشينو وانا بنت صغيره، اطلب كابتشينو ما يجيليش كابتشينو خالص. فعلا الخدمة سيئة، very very bad، رابش. فعلا يا فندم دي غلطة وحضرتك عندك حق طبعا، بس اسمحي لي يعني انت عارفة ان الروم سيرفيس بعيد عن الشاليه شوية، فعقبال ما الشاي بيوصل بيكون برد. بس طبعا يا استاذ خالد يعني لازم في مشكلة، في حل للمشكلة دي. طبعا في حل اكيد. انا يا فندم حدي بنفسي اوامر ان الشاي ما يوصلش هنا الا اذا كان سخن فعلا. anyway انا خلاص اسلسلت المشكلة دهيت، انا خلاص كرهتها ومش عايزة اجيب سيرتها. خلاص لا ده في مشكلة افظع. المراية دي، المراية دهيت مالها كده مخبشة ومعتمة على الاخر، كل ما ابص فيها يا لهوي الاقيني واحدة تانية، الاقيني شيتة. معقولة دي؟ معقولة يا فندم؟ ولا اي مرايه في الدنيا ممكن تدي جمالك حقه. طب ده انا شايف حضرتك قدامي دلوقتي بالظبط زي ما شفتك يوم ما اتفرجت عليك في مسرحيه. ايوه هي دي مسرحيه القبيحه والوحش. بالظبط يا فندم، كان دور عظيم يا جنة. لا وحضرتك كنت انكر. طبعا المخرج العظيم ما يختارش الا الممثل في دوره بالظبط. لا ده ولسه كمان، ده لسه في 3 مسرحيات انا مضياهم. ايه هيكسروا الدنيا، ده زمانهم كسروا الدنيا. حلوه كراسي اكس ايه ده، وامم الناس بتجيلي كده ولا توابير الجماعيه. يا فندم ربنا يديكي الصحه وطول العمر وتسعدينا وتسعدي جمهورك الكبير. ميرسي على فكره، انت لطيفه قوي. ميرسي. انت بتشتغل هنا؟ انت اسمك ايه؟ خالد عثمان. بتشتغل هنا؟ دولة، ما هو قال لي مدير القرية. انا عارفة ان هو غفير القرية. ها؟ ليه؟ مدير مش غفير، مدير. مدير ولا غفير وانا عامله بازابورت؟ الا قول لي يا هشام، حددت لي كل طلباتي؟ خالد يا فندم. يعني ايه هو؟ ان شاء الله كل طلباتك هتتنفذ. ميرسي خالص، ميرسي قوي، انت جانتي فعلا. ميرسي، اسمح لي يا حضرتك؟ اتفضل. ميرسي قوي يا استاذ خالد، انت يعني حقيقي ريحت اعصابك، شكرا قوي. انا في خدمتكم يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك. ها ايه رايك؟ لا عباس ده لطيف قوي. انا بقول يعني تعالي حبيبتي ننزل نتمشى، بما انت اعصابك كده مرتاحه وحلوه نتمشى. شو بدل حبستنا دي؟ ايه ده يا سلوى، انت اتجننتي؟ انزل ده ايه؟ اتعزاني اكون هدف لرصاصة ولا قنبلة ذرية؟ لا يا امي، انا ثروة قومية. يا وزير ايه في ايه؟ جاي بتجري ليه؟ ده وصل. ايه ده معقولة؟ طب روح انت بسرعة. ايوه حنان، فايق بيه وصل وبنته معاه. طيب انا خارج استقبله. اهلا الحمد لله على السلامه. فين؟ الحمد لله على السلامه. اقدم لك الجندي المجهول اللي ورا كل الانجازات العظيمه دي.
دراعي اليمين ومدير اعمالي خالد عثمان. تشرفنا يا خالد بيه. الشرف لي انا فندم. خالد شاب ممتاز، افكاره غنيه ومتجدده، بيفكرني بشبابي. العفو يا فندم، ما سيادتك برضه لسه شباب، وبعدين احنا بنتعلم منك. واضح انكم معجبين ببعض قوي. انا اول ما رجعت بقيت زي التايه، مش عارف ابدا ازاي ولا ابتدي بايه، لغايه ما ربنا بعت لي خالد من السماء، هو صاحب فكره القريه السياحيه دي. الحقيقه اول ما وصلني خبر القريه السياحيه في مصر انا استغربت جدا، وقلت معلش يا بابا بقى المره دي حرض لك. طب يا ترى ليه حضرتك توقعت الفشل لمشروع زي ده؟ انا ما كانش عندي اعتراض على المشروع في حد ذاته، لكن لا، السنين اللي حضرتك قعدتيها بره حصل خلالها تغيير كبير في تركيبه المجتمع المصري. انا نفسي لما رجعت اندهشت جدا لتطور السياحه الداخليه بالشكل المبهر ده، وده اللي كان لازم يحصل من زمان. كل عصر له متطلبات تنميه مختلفه عن عصر اللي قبل، وبعدين مصر بلد سياحي جميل، كل الدنيا بتتغنى بتاريخها وجمالها. واضح ان ليلى هانم انتمائها لمصر كبير قوي. بنت فايق هنداوي لازم تكون كده. ليلى مش هتيجي عشان ترتاحي من السفر بقى؟ انا فعلا مرهقه ومحتاجه للراحه، عن اذنك. اتفضل. يا خالد كله تمام؟ كل شيء جاهز يا فندم، في انتظار تشريفك. طب عن اذنك يا ابني. اتفضل. تبقى مين الاموره اللي مع فايق بيتي؟ ها؟ دي تبقى بنته ليلى هانم. اخر شياكه، والفرش جميل والديكور مريح وهادي. يعني اقدر اقول ان انا نجحت بامتياز يا بابا. ناقصك اي حاجه؟ بصراحه ناقصني. طيب قولي يا بنتي في ايه؟ اتمني علي اي حاجه تطلبيها انا تحت امرك. دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها التمني. للدرجه دي؟ ايه هي دي؟ حاجه ولا فلوس الدنيا كلها تجيبها. ازاي الكلام ده؟ ايه دي؟ الدكتوراه يا بابا اللي عشت طول عمري احلم بيها. ما انت خدت الماجستير. وكنت هاخد الدكتوراه لولا ان سعادتك اتدلعت عليا وبعت تخدني عليك. مش تعبت يا بنتي؟ انا عييت وكنت هموت وانت بعيد عني. بعد الشهر عليك يا بابا. انا بنتي عديت 65، يعني خلاص عجزت بقى، ومحتاج لك تبقي جنبي في اخر ايامي. وبعدين انت لازم تعرفي كل حاجه عن ثروه ابوكي اللي هتبقى بتاعتك من بعدي. وبعدين معاك يا بابا، انا ما تهمنيش كنوز الدنيا جنب ابتسامتك وقلبك الكبير. ايوه يا بنتي، بس برضو ايه، يا ريت تدخل في الموضوع على طول. انت طول عمرك ذكيه وبتعرفي هقول ايه قبل حتى ما افكر في الكلام. طلع لك يا معجزه العالم الثالث. انا بنتي هكون صريح معاكي، انا صحيح تعبت كتير وشقيت كتير عشان اوصل للحاله اللي انا فيها دي. حافظه قصه كفاح المليونير العصامي عن ظهر قلب. بس اللي انت مش حافظاه اني حرمت نفسي من ان تكون لي زوجه زي اي راجل بعد المرحومه مامتي. الله يرحمها. الف رحمه يا بنتي، كانت ست عظيمه، بس الحمد لله انك طلعتي صوره طبق الاصل منها. يبقى خلاص، عاوز تتجوز لي تاني بقى؟ اتجوز؟ اتجوز ايه يا بنتي؟ ما خلاص. ايه يا بابا انت خايف من الحسد؟ ده انت كلك شباب وحيويه. الشباب والحيويه خلاص سبتهم لك انت واللي في سنك. سيبك بقى من كل المقدمات دي وادخل في لب الموضوع عادل. باختصار، انا بعد ما رجعت لبلدي وحققت الانجاز السياحي الكبير ده، حسيت ان مش ناقصني غير حاجه واحده بس. وايه بقى الحاجه اللي ناقصاك؟ اني اتجوز، مش كده؟ بنت حلال، نفسي اشوفك مع زوج مخلص يقدر جمالك وثقافتك والمبادئ العظيمه اللي ربيتك عليها. ومستعجل ليه يا بابا؟ مش لما احقق شويه من طموحاتي؟ كل طموحاتك هتحققيها بعد الجواز يا ليلى.
جواز يعني اولاد والتزامات ومسؤوليات اسره. حاضر انا هتصرف. استاذ خالد الزبون اللي في شارعنا باسمي عبد الرحيم. مالك؟ سايق جدا ومتنرفز وبيقول هاتوا لي المدير تاني. الله الراجل ده مش ناوي يجيبها بره ولا ايه؟ ما اروح اشوف ايه الحكايه. الحقوني يا ناس، حد يطفيني، حد يطفيني يا ناس. حريقة! ده كلام فارغ. هتطفشني يا خالد؟ لا قاعد على قلبك يا خالد. انا قاعد انا بفلوس يا خالد، مهما عملت فيا قاعد يا خالد. حريقة! اللي حصل ما يتحكيش يا خالد. انا تعمل فيا كده يا خالد؟ انا يا خالد تسلقني، تسلقني يا خالد، تسلقني ليه يا خالد؟ ليه انا عملت ايه؟ اسلقك كده بس، انا لغايه دلوقتي مش فاهم حاجه. ممكن افهم؟ تفهم ايه ولا ايه؟ تفهم ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت حاجه يا ناس. ده انا داخل اخد دش عشان ابقى زي الناس المحترمين اللي هنا. انا يا دوب فتحت الحنفيه ولا الميه نازله مغليه. السلات السلات يا خالد. هو ده بيتوس سوا. هو ده شوية الحقوني. حريقة! حد يطفيني. انا بيتوس سوا يا خالد. اوعيني انت مسجني. ده انا بقللت، انا بقيت كل بقليل يا خالد. هذا ازاي؟ ممكن تيجي معايا؟ دي مؤامرة يا خالد. طب تعالى معايا. بس انا قاعد. طب تعالى معايا. عارف لو شوتني قاعد. طب تعالى معايا حوريك. حريقة! حريقة! لازم ألم القرية كلها عليك. بتسلوني. أنا ما عملتش حاجة. هو ده؟ أنا فتحت الحنفية بس. اهدى شوية عشان أفهمك بقى. اهدى براحة كده. بص ده التليفون. أيوه تليفون. إيه بس دلوقتي؟ أمال إيه بس؟ في إيه؟ الاختراع ده اسمه خلاط. انت جايبني هنا عشان تهزر معايا يا خالد؟ حرام عليك يا اخي. انا في ايه ولا ما جايبني تقولي ده خلاط؟ أيوة خلاط. ايه يا خالد؟ لما هو خلاط هتحط الليمون ازاي؟ ما هو مسدود اهو. ايه اللي جاب سيرة الليمون دلوقتي؟ مش كل خلاط لازم له ليمون عشان يتحط فيه. ليمون ايه بس يا استاذ بسيوني؟ ده اسمه خلاط ميه. ميه ميه. ايوه ميه. حرام عليك يا ابني، في حد في الدنيا بيخلط الميه؟ اهو ده بقى بيخلط الميه. اهدى بقى عشان تفهمني. ايه ده خلاط بيخلط الميه السخنه بالميه البارده؟ يوم يدي لك ميه درجه حرارتها مناسبه وملائمه لجسم سعادتك. معقول؟ امسك شوف بقى. لا انا مش همسك ميه تاني. انا خلاص. طيب انا هستحمى بعد كده بكزوزه. صدقني انا اتحمست بالميه خالص. انا همسك. بص حضرتك. نعم. بص لا 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 ما تخافش. ضرب كده اهو اهو. ايه ده ايه؟ كده معقول كده حلو. الله وافيه وحلوه. الثانيه سلقتني يا خالد. كده جميله. يا سلام. في ايه؟ انت هتتحمى دلوقتي؟ في ايه؟ خلاص مش الوقت. بس حلو. دي الميه اللي تنعش مش الثانيه اللي تسلق. معلش معلش كده يا خالد. شفت بقى كده جميل. مبسوط؟ امال يا سلام زي ما كنت تعبان ونضفت. الحمد لله الميه حلوه. بس اختراع هايل يا خالد يا ابني. مش كده؟ اخترعوه امتى؟ امتى؟ من قبل ما سيادتك تشرفنا يجي بمية سنه. من قريب عشان كده ما لحقتش اسمع عنه. بقول يا مسؤولي بيه. نعم. انا شايف يعني كده من الافضل انك انت تدور لك على لوكاندا تانية ما فيهاش اختراعات. خارج يا ابني هي كلها لوكاندات وخلاص. لا حقيقي بتكلم جد. يا ريت تشوف لك لوكاندا تانية. انت بتطردني بقى. لا يا راجل بطردك ايه بقى. لا ما هي باينه بقى. اقول لك كلها لوكاندات تقول لي يا ريت تشوف لك لوكاندا تانية. بتطردني؟ لا مش لا يا خالد. مش ماشي يا خالد. اعيد لك على قلبك يا خالد بفلوسي. بفلوسي ولا انت نسيت؟ لا انسى. انسى ازاي؟ لا اذا كنت ناسي افكرك. ما خلاص. لا افكرك. ما بتعاملك في ناس كده لازم تشوف عينيها كل شويه عشان تتاكد. ما خلاص. ده الوصف بتاع الفلوس. خلاص اللي انت معريب خط ايدك يا خالد. أيوة. مش همشي يا خالد. وعلى فكره انا ممكن ارفع عليك قضيه واطالبك على ايه؟ خلاص بس انت لسه شاب. انا مش عاوز اضيع مستقبلك. انا مرمطك. ربنا امرمطك. على ايه؟ على ايه؟ عليك كتر ألف خيرك. عليك شكرا شكرا.
دودو. دودو أمي يلا ننزل. ننزل؟ ننزل نروح فين؟ نتغدى. نتغدى؟ احنا كل يوم بنتغدى هنا. ايه اللي جد؟ لا مش معقول كل يوم في الاوضه في انا زهقت. احنا في سجن ولا ايه؟ ما هو والله ما حد جابك تقعدي معايا يا امي. عايزه اسافر اتفضلي سافري على مصر. اخس عليكي كده برضو. عاوزاني امشي واسيبك؟ طب انا اطمن على دودو حبيبتي ازاي؟ دايما بتعارضيني، عامله لي جبهه معارضه مش عارفه ليه. عشان مصلحتك. انت مش جايه هنا تريحي اعصابك وتغيري جو؟ يبقى لازم تنزلي تشوفي الناس تعيشي حياتك. مش برضو الدكتور قال كده؟ الدكتور ده ما بيفهمش اي حاجه. ازاي عاوزني اختلط بالناس والناس بتكرهني؟ هاو دولت يا حبيبتي، ما حدش بيكرهك. انت مالكيش ذنب في حاجه. ليه؟ ليه الصحافه كانت بتهاجمني؟ ليه؟ دول كانوا بيهاجموا السكري بيه عشان يعني انت عارفه استغل نفوذه وعمل ثروه غير مشروعه. مش كفايه ان هو اتسجن؟ مش كفايه ان هو مات في السجن؟ وهي الحكايه اتنست خلاص. صدقيني مفيش داعي للمخاوف اللي في دماغك. خلاص يا دوله اطوي الماضي، عيشي حياتك بقى. عيش حياتك. عاوزني ارجع زي زمان، كل زمان ارجع يا زمان. فين البنات؟ جوه لسه في الشاليهات. احنا مش متفقين نتقابل هنا بعد نص ساعه؟ اعذريهم، الرحله كانت متعبه جدا ومحتاجين يستريحوا. النظام اللي اتفقنا عليه لازم يمشي. السرير قصير قوي يا كابتن. وليه ما تقوليش ان انت اللي طويله قوي يا كابتن؟ انا قلت لها انها لازم تعمل رجيم عشان تقصر شويه. وليه انت ما تعمليش رجيم عشان تطولي شويه؟ انا شايفه ان احنا لازم نشوف اوتيل تاني نقعد فيه. وهنلاقي الجمال ده كله فين؟ جيجي عندها حق، احنا مش هنلاقي احسن من هنا. انا شخصيا ما كنتش احلم ان اجي هنا. احنا مش هناكل ولا ايه؟ ما انتوا لو كنتوا قريتوا الجدول اللي انا وزعته عليكم كنت عرفتوا انه ده ميعاد الغدا. يعني هناكل وبعد الغدا نبدا التمارين. الى الغداء. يلا الغداء. يا ماد. اهلا اهلا يا بهير. اهلا. اتفضلي يا فندم. ميرسي. انا هتغدى يلا بسرعه. آه، في فيليه مشوي، فيليه بالفلفل، بكاتا بالشامبينيون، اسكالوب بانيه، اسكالوب كوردون بلو. هات لي اسكالوب كوردون بلو. لا يا فندم مش شوربه. عايزه شوربه بس بسرعه تجيبها لي سخنه مش بارده زي كل مره. ملهلبه يا فندم. بس عندنا شوربه دجاج سقاره، شوربه دجاج خفرع، شوربه عدس، شوربه الطماطم يا فندم. تحب حضرتك خفرع ايه؟ وسقاره؟ ايوه يا فندم. لا انا مش عايزه لا خفرع ولا سقاره، انا عايزه شوربه دجاج عادي بلدي من بتاعنا. حاضر يا فندم. يلا يا حبيبي بسرعه. ايوه. بون ابيتي يا فندم. بون ابيتي على ايه؟ انت جايب لي كاوتش عشان اكله؟ خده يلا يلا خدنا هنا بيري باد. لا يا فندم ممتازه يا فندم ممتازه. ايوه يا فندم. سلوى مين البوليه دي اللي قاعده بتبص لنا دهيت بعينيها دي؟ وانا ما بحبش العينين البصاصه. مين دي؟ دي بهيره المعداوي، صحفيه ومؤلفه كمان. يخرب بيتها عرفتها، مش اللي كانت بتكتب مقالات بتهاجم بيها السكري وجوزي لما جابت اجله؟ هي بالظبط. اكيد جايه ورايا عشان تهاجمني انا كمان، عشان تجيب اجلي زي جوزي السكري. اعملي كاشه بلغه السينما، ما بحبش العينين البصاصه. بهيره هانم. ازيك يا بهيره هانم؟ اهلا اهلا يا فايق بيه. اهلا وسهلا. بنت حضرتك مش كده؟ ايوه ليلى بنتي الوحيده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بهيره هانم المعداوي الاديبه والصحفيه المشهوره، صاحبه اجرا قلم في الصحافه المصريه. تشرفنا يا بهيره هانم. انا اللي اتشرفت بجمالك ورقتك. انت بصراحه كده نموذج رائع بيجمع بين جمال الشرق واناقه الغرب. ميرسي قوي، دي مجامله لطيفه جدا. لما بهير هانم صاحبه اسلوب شيق في الكلام وفي الكتابه، ما تشبعيش منه ابدا. ان شاء الله هيبقى لنا لقاءات كتير قوي. الحقيقه انا ما اتشرفتش وما اسعدنيش الحظ ان انا اقرا لك، لكن فرجت لك على روايات كتير قوي في الفيديو. ويا ترى كنت عند حسن ظنك؟
يا بهير هانم، حضرتك عند حسن ظن الدنيا كلها. بولي ما تيجي تقعدي معنا جوه؟ بس انا طلبت الغدا هنا. يجي حالا. انا هديهم خبر. اتفضل. شكرا. اتفضل. على الله تكون ليلى هانم مبسوطه معانا هنا. الحقيقه انا مبسوطه قوي. المشروع هنا مشروع عظيم وانجاز هائل، بس يا ترى قدرتوا تحكموا عليه من الناحيه الاقتصاديه؟ احنا قبل ما نبدا المشروع لجأنا لبيت خبره وعمل لنا دراسه جدوى. دراسه الجدوى دلوقتي بقت اهم شيء للحكم على نجاح او فشل اي مشروع. قوائم المركز المالي للمشروع بتقول انه استثمار ناجح جدا. مين دي؟ دي ليلى بنت صاحب القرية. يبقى عثمان ده ما كدبش لما قال. عثمان مين يا بولد؟ خالي. اختي خالد ولا عثمان، انا عامله بازابورت. خلصينا يعني ما كدبش لما قال ان ابوها راح يجيبها من المطار. لا طبعا بيكذب ليه، ده راجل ظريف قوي شنطي. تعرفي انها يعني هي بيضة وشعرها حلو، بس مش حلو، مش حلو. لا مش حلو. اللي اسمها ليلى دي. طبعا دي تيجي ايه قدام جمالك. بصي شوفي يا اختي اختي. قولي لي يا فندم. افندم. هتلكتي معايا ولا ايه؟ قولي لي. نعم. هو الجعان يعمل ايه؟ ما تقوليليش احنا بنسوق العيش عشان دي عرفتها. ايه الوجاهه دي؟ ايه السؤال الوجيه النبيه ده؟ الله يخليك. اعتقد انه بياكل. بياكل. تعالي هنا. ايوه انت تعالي. افندم. ايه النباهه اللي انت فيها دي؟ ايه الغباوه دي؟ ما طبعا الجعان لازم ياكل. هي دي عاوزه مفهوميه؟ ازاي تسيبيني وتمشي؟ معلش يا فندم حقك عليا. ياكل فين؟ في الريستوران حضرتك. ايوه ما انا هاكل رز كمان الحاجات دي كلها، بس المهم فين؟ يا فندم ريستوران يعني مطعم. اذا بالايطاليه قصدك. يو فادا كازا. اي انا ذاهب الى المنزل. انا اعرف ايطاليه كويس. تصدق حياتك انها مش ايطالي خالص. كلمه انجليش. انجليزي. لا انا ما اعرفش الانجليش ده، انا اعرف الايطاليه والفرنسيه بس. عموما اللي انت بتقولي عليه ده يبقى فين؟ الريستوران. الريستوران على ايد حضرتك الشمال. قولي لي هو الاسعار هناك غاليه ولا يعني ايه؟ اقامه حضرتك بتديك الحق في الهاف بورد. بس انا كنت بلعب بهاف باك. الهاف بورد يعني فطار وغدا او فطار وعشاء، وده بيبقى مجانا للنزيل. مجانا؟ اهو كده الواحد ياكل بنفسه مفتوحه. قلت لي فين بقى المنطقه اللي بياكلوا فيها دي؟ الريستوران يا فندم على ايدك الشمال. ايد الشمال؟ ايوه الشمال. اهي خلاص انا عارف، ما هم يمين وشمال يا شغلانه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. بتضحكوا ليه انتوا؟ اللي ضحك يقوم يقف. ايوه اللي ضحك عارف نفسه كويس، لو عنده شجاعه ادبيه يقوم يقف. يقوم ايه؟ ما بتضحكوا على ايه؟
انا اسراء ربنا، وانا مخلوق غريب واقف قدامكم، انا انسان زي زيكم. لا انا مش زيكم ولا يمكن هبقى زيكم. عارفين ليه؟ عشان مش لابس شيك وعلى الموضه. ما انا لو كنت لابس شيك وعلى الموضه ما كنتوش ضحكتوا عليا ابدا، عشان ساعتها هبقى جوه برواز جميل مداري وراه بلاوي كتيره. ايوه مداري بلاوك كتيره وراه، بس انا ما اعرفش اعمل الخداع والتزييف اللي انتوا بتحترفوه ده. انا مشفق عليكم، مشفق عليكم من خداعكم بالمظاهر الكذابه. والله صعبين علي. اضحكي اضحكي، والله صعبين علي، والله صعبتني علي. يا استاذ انت امسح دموعك يا استاذ، مالك فيك ايه؟ هو انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ازاي يا استاذه بهي، انا عارفك كويس، انا قارئ جيد لكل مقالاتك ورواياتك العظيمه. حقيقي اللي قدام حضرتك مخلوق مثقف يحترم الثقافه ويوفيها حقها، بس للاسف من غير برواز. اضحكوا 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 اضحكوا. ليلى هانم، ها طمنيني، اخبار بابا ايه دلوقتي؟ الحمد لله، ازمه بسيطه وعد. هو الظاهر انفعل لما شاف الراجل المجنون ده. انا مش فاهمه مين اللي سمح له بالنزول هنا. بصراحه انا فوجئت بيه مسجل بياناته في سجل النزلاء. مش معقول تقبله نزيل زي ده، برضه لازم يكون فيه مستوى. عندك حق، الراجل ده فعلا من ساعه ما جه وهو عامل اشكالات في كل حاجه. خلاص ما تطردوه. للاسف ما اقدرش، اصله بصراحه دافع 10000 جنيه مقدم وبايصال كمان، كل شويه بقى يطلع علينا الوسط ويهددنا انه يرفع علينا قضيه. باين عليه نزيل عنيد جدا ومشاغب. انا اذنك. اتفضلي. صباح الخير يا استاذتنا يا كبيره. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ بسيوني، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا هانم ويسعدك. انا الحقيقه ممنون منك خالص. ميرسي. من ايه؟ علشان يعني سمحتي لواحد مجهول نكره زي حالاتي انه يشاركك الترابيزه بتاعتك وانت الاستاذه الكبيره والاديبه المعروفه. بالعكس يا استاذ بسيون، انا من ساعه ما شفتك وانت بتتخانق مع موظف الاستقبال حسيت انك لغز، لغز كبير. معاك حق يا استهان. يا سلام يا سلام على احساس الادباء والمفكرين. قصدك ايه؟ قصدي ان انا فعلا لغز، لغز كبير يا استهانم، صعب على اي مخلوق انه يحبه، اقصد انه يحله.